طبعا وصلنا الى منطقه اسمها منطقه بازار بعثت في مدينه دبي. طبعا الان احنا وصلنا الى منطقه اسمها محل محبان الرضا. السلام عليكم. السلام عمي. شلون صار؟ الله يسلمك. ما عرفتني. والله زعلان بيك الصراحة. طبعا اليوتيوب صورت المحل مالكم وشوف المشاهدات ايش قد. شوف ايش قد شوف ايش قد. من متى بس؟ ها؟ من متى يعني كم صار؟ يعني تقريبا قبل حوالي سنتين. والله استوت انتم فاتحين قبل 14 يوم. ايه. هسه احنا رادوا من عندنا الجماعه رادوا من عندنا تصوير المحل الجديد والاسعار الجديده وبعدين نكتفى بقيمه الدولار ان شاء الله. هم يوتيوبر يوتيوب موجود؟ الله يحسن الله يحسن. موجود يوتيوب؟ يوتيوب شنو؟ موبايل موجود؟ اي ليش؟ موي شرب؟ لا لا موبايل وين موبايل؟ موبايل بنت تخلينا عندي؟ اي هذا ايش قد السعر؟ هذا السعر روح عليه بالكاميرا هذا السعر هذا ايش قد 420 420 هذا الحلو هذا فستق عظم هذا الاكبري هذا الحلو هذا محسن هذا الزين هذا الساده بدون 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 اي شيء اي هذا الحامض هذا الحامض محمص حامض 440 ان شاء الله حخلي لكم هذا شنو هذا بس محمص اعرف شنو منين يعني ملاير يسمونه احمد اقاي لا منين يعني من اي مكان رفسنجان رفسنجان منطقة وين يا محافظة؟ محافظة كرمان محافظة كرمان نعم ايه هاي شلون اسعاره هذه؟ هذا عمو 380 تومان 380 تومان 380 طبعا الضاعات نحن بيهم 10% تخفيضات اعرف اعرف يعني بس انا عمود اعرف هذا 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 شنو هذا؟ هذا مخلوط كراجات مكسرات زين هذا هم ايراني؟ هذا اللوز ايراني بيش هذا؟ هذا 330 كيلو 330 هاي بعدين اكتب لكم اليوم احنا اليوم هو الجمعه 22 24 9 2021 حتى نقول لكم ايش قد سعر بالدولار الساعه الان 12 اخوان ترى الاسعار جاي نطيها بتاريخ 24/9/2021 يعني ممكن تجي بعد شهر شهرين ممكن تلقى الحاجة أقل لأنه يعني على الدولار وممكن تلقى أكثر حسب الدولار مو بعدين يجيني واحد أرخص من العراق أغلى من العراق ما له علاقة جاي أذكركم سعر اليوم هاي بناء على طلبكم جاي أصور المحل من جدة وجديد هذا ب 330 تومان هذا ب 330 تومان هذا 420 نفس السعر 420 هذا كله شنو إيراني كله إيراني. 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 هذا مو حامض هذا سادة. هذا السادة شوية محمص وكاتشب عليه. 200 هذا قد سعره؟ هذا من إيراني فستق إيراني؟ إيراني فول. هذا فول سوداني إيراني. منين محافظته؟ منطقة هنا كل محافظات موجودة فيه. إيه. وافر هذا. هذا شنو؟ درع. 80 180 هذا هم السادة مو الحامض هذا الحامض. هذا المحمص ذاك سادة وهذا الحامض. هذا اللوز الملح هذا بيش هذا هم نفس السعر هم 380 اسعار غير سعاده في ايران ارخص الان ارخص لا. بس كانت قبل انتم ارخص اي غازو هذا شنو اول مره اشوف هذا شنو هذا بذور دوار الشمس اللب مال عباد الشمس اللب مالك احسن هذا ب 480 مكتوب بعدين اكتب لكم انا بعدين اقارن بين اسعار العراق ارخص ولا ارخص واكيد احنا العراق ارخص اكيد حلبي يعني تقدر تطلب من عندها هاي جامعه ابو الجامعه والله فستق بالعسل فستق بالحلبي؟ اي عسل عسل وياه هذه ان شاء الله هذه انحصاري هذه بس عندنا احنا طيب بس احنا عندنا اياها جاب ايش؟ وكان عندنا لوز بالعسل ايش هذا؟ حسين كان عندك بس عسلية 580 هذا فستق فستق حلبي بيش شوف هذا 680 فستق حلبي 680 فستق حلبي بعض المكانات يبيعون على الناس رخيصه ليش؟ لان يقول باقله يبشرونها ويشوشونها ايه. وياها علشان يعطونها للناس بس شيء رخيص هاي شنو؟ افطر ها؟ افطر افطر
بيش كيلو تروح على الكتاب هنا شو هي بيش كيلو الكيلو مالت 640 640 مجفف هاي المجففات طبعا الليمون المجفف الفلفل المجفف هذا فلفل اذا مجفف السعر مالته البصل حق الفرع 240 هذا شنو بصل للفرع وكذا بصل مجفف طماطم مجففه هذا اي سعر البصل 240 هذا البوتيتا مجففه العرموط العفو 332 هذا كاكي ها كاكي شكل ما اعرف والله ما اعرف والله هذا تفاح تفاح ايه نعم هذا الخوخ ابو علي اشرب هذا ايه هذا شنو تفاح الابيض 230 هذا شنو فجل هذا جوز هند عفوا جوز هند عذروني شوي انا ما اعرف هذا 420 هذا اكيد كيوي هذا ايش قد مكتوب عليه ماكو ايش عم 320 اكيد انا راح كل الاسعار راح اكتبها اسفل كل شغلاتهم هذا البطيخ الصغار البطيخ الصغار طالبي يسمونه طالبي يعني البطيخ البطيخ او طالبي يسمونه بطيخ هذا الكركديه كجرات بس شنو كجرات بس تنوكل اكل مو نطبخها او شيء مو شاي مو على شكل شاي قبل ما توصل مرحلة الفاكهة يطبخونها بعسل هاي 560 560 اي طبعا الفرق جدا شاسع بين اخر مقطع صورناه على هذا المحل والان اي نعم بعض الثلاث اضعاف بعض اربع اضعاف مرتفع طبعا الاخوان اللي مصورناه كانوا ارخص من العراق الان هم اغلى من العراق قبل سنتين ما كان الاسعار هنا اصلا ثلاث اربع اضعاف ارتفعت حيل حتى احنا نشتريها طبعا نفتح هو كل شيء حتى السكن حتى الحجز حتى كل شيء الله يعينها طبعا ايران صارت الان اغلى شنو ما عندكم شنو هذا نومي نوم بصره نوم من بصر اي جف بصره بس شنو لا هذا بدون نوى بدون قشره بيش هذا الكيلو مالته كان 610 600 600 انا ما اشوف 600 هذا الدرشانه اللي هو بس هذا احنا نسميه الاسرائيليه يقولون نوع الاسرائيليه هذا الحمص بانواعه ايراني هذا زبيب شنو زبيب ايراني مشهدي كاشمر مشهد يعني مشهد كاشمر انا اسمه كاشمر هذا مخلوق من كل نوع يعني هذا شنو شبنت مال نفس القرى اللي في مشهد تبع مشهد هذا شبنت مالت نفس القرى اللي تبع مشهد شوف لي شلون عدله مو مفتوته هذا نعناع نعناع ايش سعره مكتوب عليه ماكو كان 450 طبعا خفيف وزن حلو هذه وردة الميناء دائما ياخذونها للصداع او الميجرين يفورونها تفوير هذه الاعشاب فيها تفوير وردة المحمد نضيفها على اما نحول حلويات وعلى الشايات وكذا بيش عليها كان موجود 500 هذا بابون نيك الناعم اي 450 ورد البنفسج الونزه 500 هذه طبعا بصراحه تفاجأت باسعار كلش غاليه نعم اكيد هذه تبع تفيد شغلات القولون اللي عنده آلام معدوية سوء هاضمة هذه تفيد النفخ هذه شنو هذا فتها وشتمها ايه احنا نسميها وردة السفريان هو اسمها شنو هذا السفريان نباتة اعرف ينشرب يطورونها ويشربونها هذا شاي احمر شاي الأحمر شاي ديسور يضيفونه على الغجرات اما هالشكل تقدر تفور هذا سعره 450 وعنده فقر دم وكذا هاي ها ماوي ورد ماوي معروف الورد الماوي 850 نعم. هذه ستيفيا نباتة من ناكلها اول حلة وبعدين مرة كلها هيك ناكلها هيك المن
لو السكري ديابتس هذه تفيده مع ما ياكل حلويات وكذا ويت شاي باب النق يعني بلحة هيك كلو بلحة هو شيء حلى بعدين مرورة بيها حلى ازق حتى كل شاي الاخضر هاي سعره خفيف وزن حيل 350 نعم ايه هذا الباب النق تو ذاك الناعم شفنا هذه الخشنة باب النق خشن 450 شاي الجبلي همينا مهدئ شنو هذا شاي الجبلي يسمونه شكل القطن شكل ايه؟ القطن هذا لأبو قلب زين ومهدئ حيل ريلاكس سو هذا الشاي الأخضر كان حيف ينحف 150 نعم هذا قجرات كوجرات نعم الأصل هذا تفويل فوراً 650 وكل هذه لا هذا كله شاي هذا كله يسمونه لا هذا شايات لا أي شاي مثلا الصماك روح على الصماك أصل الصماك هذا هو أي أصل الصماك هذا هو اللي يزرع اللي يطحنونه هو هذا هو أي كمون الأخضر نجي على الحلويات هذا كله كاكاو هاي شلون اسعارهن هذا سعره 190 سعره مناسب هذا 190 كيلو مات هذا كيلو مات 250 مثل هذه اشكال اكو هذا خارجي هذا مو ايراني طعمه كلش طيب اي مسقطيه أي. هذا سعره 80 مكتوب عليه السعر 80 80 هذا 180 هذا كان جدا رخيص كان 20 و 15 120 هذا سعره طبعا هاي جد انا دائما اشتري بس حاليا الاسعار شوي معلقه هذا 110 ابو كاكاو كاكاو مره تقدر تقول هذا قمر دي 160 وهذا سعره 200 تومان 300 تومان 200 تومان هاي البهارات اكو نفس مال امام رضا نفس اللي يسوونه بالمضيف طبخه مال المضيف امام رضا ها مو سامع هاي الطبخه الريحه اللي تطلع مال المضيف امام رضا لا ما اكو هاي شو يسموها يعني ما اعرف عليه بس غير شي كذبتي يعني هاي البهارات الكاري مكتوب عليه هذا الكاري هذا 20 نعناع 20 120 فلفل اسود فلفل 250 فلفل اسود سياه يعني سياه اسود يعني اي بالفارسي سياه اسود سفيد ابيض الابيض هذا ثوم عجم ثوم عجم هذا شنو ما مكتوب سعره شوف يا هذني 150 هذني 150 احنا نعرف سعرهم ثوم عجم مطحون اي مطحون الكيلو 150 اي الكيلو مالته شوف لي هذا الزنجبيل يعني 100 غرام بيش يعني 15 قدره سيرا 7 غرام 350 الكيلو مالته لا شلون يقول 100 غرام 35 تمام لقيت ب 150 اي انا تبعت هذا حلولي شوف لي هذا مثلا 250 بلنقو بلنقو خشن بلنقو ناعم هذا بلنقو وين المي وين المي نسوي شربت مو ايه. نسوي شربت هذا ال 100 غرام مالته ب 25 احسنتم دارسين ها دارسين على قولتنا دارسين ايه. تمام نافيزا اذا جنب بروبين نافيز شنو خا هذا يقط او لبن مجفف لبن مجفف اي يقط يقط ما مكتوبهم سعره ليش هذا 65 تومان ايه 65 تومان 65 حتى يقطع ابو اشكال عندنا زينه وشيء مثل هذا لا هاي قال انا على 100 وشيء نبيع لانه صاحي خالص هاي الطرشانة طرشان هذا صناعي هذا طبيعي على قولتك هذا علي مادة علي مادة هذا العجاف ايه مكسرات حسيني اللي هو احسن واحد بالعراق
محبان الرضا هذا المحل هو في منطقة بازار بوحتد في منطقة طرقبة في مدينة مشهد. طبعا الأسعار شاهدنا ارتفاعها يعني حسب آخر مقطع كان الأسعار مناسبة جدا. السلام عليكم. طبعا الآن مثل ما أنه أنتم طلبتم من عندنا احنا صورنا هذا المحل بالكامل. الأسعار راح نكتب لكم إياها بالدولار وبالدينار العراقي. أكيد الأسعار اختلفت اختلاف كبير جدا عن آخر مقطع اللي صورناه اللي كانت الأسعار هنا أسعار منخفضة. كانت الأسعار اللي هنا أرخص من أسعار العراق. كان الكيلو الواحد هنا أو الكيلوين يعادل كيلو بالعراق. الأسعار أكيد الآن لأنه زمن حصار الدولار صعد، قيمة التمان انخفضت، المواد أصبحت غالية، المواد أصبحت شحيحة، كل هاي عوامل أثرت في ارتفاع أسعار الكرزات، أسعار المواد اللي شاهدناها. مثل ما طلبتوا منا احنا صورنا هذا المحل، الآن احنا موجودين في هذا المحل وصورناه بالكامل وباقي يومكم تشاهدونه. أكيد كما قلنا بأنه أسعاره اختلفت اختلاف جذري. علم العراق فوق راسك بالله. الأخي هنا يشير لي بأنه علم العراق موجود هنا وأني وياكم الرحال العراقي. انتظرونا في لقاءات جديدة مقاطع جديدة في كل دول العالم إن شاء الله. شكرا جزيلا.